أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين. ربي أعن ويسر وبارك فيه ولا تعسر، آمين آمين. أما بعد، بيرمتي خوي تبارك وتعالى أجينا درسي بستنهم لتدريس كتير الفقه المنهجي لسر بابي سلاتين باب حكم تارك الصلاة. لدرسي قبلي بحث من قد قرار وابك أم ترسيتر لسر حكم تارك الصلاة واختلاف زنان لسري بحث يبكين وبحث كين كيف زانين أدلي دو طرف چيه وزنان چيه فرمن لو بابته. تارك الصلاة لدرسي قبلي بحث من قد وطمان بإجماع زنان إسلام أجر تارك الصلاة بجحود وإنكاره انكاري نويجي كردبيتو جحديكا اما كافره وهيج شككي تياني وهيج زانايق لأمتي اسلام اختلافي لسرني. واما بكسالتو بتنبليو ببي جحودو انكاري كردبيت اتي تركي كردبيت اما بعنواني موضوعكي اتفاقي لبيني زانانا مطرحني مسليقني اجماعي لسر بي اختلافي لسره. أما تيليني سبحسي لسركم بلعام عرزم كركي إجماع علماء لسر اختلاف نظري لسر نيك تركي نويجي فرز بعمدي تركي نويجي فرز بعمدي مادام كابرا عزري نوي للاي همو زانايانا قناعي كبيرس يعني كابرا يق نويجي فرزي فرز بعمد تركك للاي تواوي زانايني إسلاما هيت شكك تياني كقناعي كبيرس هيت شكك. وزانايان أفرمون نوكو نقلم كر لابن القيم جوزي لأكتبي الصلاة حكم تارك الصلاة لا فريش شن بحسك أفرمي لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من غير عذر شرعي من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة والشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. هتشككت يعني لم قنع حتى سرقتي جورة تركي نويش شوخين يا نويش يعني كابرايا كنويجي تركك وكو وصد نعوذ بالله زنايك كرد بي لو قورة تره بارحال أملم جهته. أما موضوعي أوي كيسا كابرا كسالة تركيكا أما طلبه قبل أن نبحث من كردول لشرح 40 النووية ولي اللي رأي إن شاء الله أخوة تعالى توفيق بها مفصل تربح سياكم موضوعي أوي كتارك الصلاة آيا كافر يا كافرني لبيني علماء أمتها اختلاف نظري لسرة يعني هل لسدري إسلاما لدوري صحابة بقري حتى بيتو أمرو لسلف وخلف أمتي إسلام اختلاف نظري أنا لسر حكمي كسي كنويش ترككا بلان بكسالته بتنبلي نويجي قبوله ولي بتنبلي نايكا بتهاون يعني سوكي للا يشتكي إني تركيا كاون ويجناكا. أما اختلاف نظري لسرة كومالا لزانان لسرة أون ككافرة جمهور علماء لسر أون كافرني يعني وكو إمام النووي لشرح مسلمة أفرمي أكثرية زانايان لسلف وخلفة ولا مجموع إن شاء أفرمي المجموع أكثرية زانايان لسر أمن تارك الصلاة بكسالة وبتنبلي كافروناوي بلا لزور لصحابة أقوال نقلك الزاهرة كي وقيني كي فيهم كافر بوا لتابعين لتبعي تابعين لأئمة سلف فريكيان يعني لسر أمن ككافرة بل لو داخلي مطلبك بين أمره بسببي أوي كومتي إسلامي حقيقة مركزيتي كي فتواي نماوة وهروها مركزيتي كي حكم حكومتي نماوة وحكومتي كي داقير كهموي أمتي إسلام دا بقري نماوة أمت برتوازبو نتيجة كبرتوازبو أقوال متعددة أبي مرجعيتي كي واحدين أبو أقوال متعددة أبي نتيجة كساني قصائك الذين كأهليتي أويانية نتيجة وكو إمامي قرطبي أفرمي رحمتي إخوائي لبي مثلا بحثي موضوعي أكايجي ما قيل يقبو
أي كاجنا وترايك قيل كبو بقال وقال كجيك تحفاويته شي قوليك أي إذا مطلبك لم جهة بحسي أماكين كي الآن كسانك واتي قيشتون وحالب لم موزوعك كسي بيجي تارك الصلاة كافر نية جانا مرجئ أس أما أقيدي إرجائي واتيا أما مرجئ أسو حتى بيستوما أنا بعضي كذب بعضي كتبت يتي مرجئي خبيث الله تارك الصلاة كافرني أم مرجئ خبيثة آية أما بحثي إرجاء بر لأو داخلي مطلبك بين أصلا مبحثي تكفيري تارك الصلاة وكا كابرا بيجي تارك الصلاة كافر يا كافرني هي جربتك بحثي إرجاء وني حج ارتباطك بوني شونك أما رأي جمهوري أمتي إسلامة سيم مذهبي أمتي إسلامي كشافعية وحنفية ومالكية لسلما كتارك الصلاة كافرني بس فاسقة حاليوي مذهبي حنابليش دو رأي لسر وارد بوا مذهبي حنابلة دو رأي لسر هس كالزور اللي قورة كاني مذهب أو رأي أن ترجح داقة كيزن كافرني مثلا ابن قدامي حنبلي كتر شيخي مذهبه المغني نويسيوه كتير المغني تر مرجعي فقهي حنبلية لو ترجح يا واداجي تارك الصلاة كافرني مرداوي رحمة إخوة اللي بالكتبية الإنصافة كبحثي اختلافي بمذهبية كان لبي أول ترجيح دائجي كافرني ابن بطي حنبلي كيت الشيخ حنابلة سلف كان وخوي كتبي هس الإبانة ولبي رواية كان تيريتو سلف ولوانا جي أصلا قولي كيت لأحمد نقل نكرياغا قول فقل لأحمد أما نقل كرياغا كافرني بلان قولي كيت لإمام أحمد نقل كرياغا بعض الأئمة مذهب وشاهد مشهور للمذهب شاهد أو بيت بس أما هي جربتك بموضوع وانية لبيني سلفة اختلافي لسرب وزاناني وكو إمام شافعي إمام مالك إمام أبو حنيفة إمام سفياني الثوري أبو عبيد قاسم بن السلام ابن شهابي الزهري وفريكي تل الزاناني قورا أمل السلف وتيانا تارك الصلاة كافرني دي أمانة مرجئ أبون أمانة أئمة أهل سنة أهل إسلام ولو لبرانبري تا كساني وكو مثلا إمام أحمد بن حنبل رحمة إخوائي لي نقلة قولك وإمامي أوزاعي لي نقلة إمامي ابن أبي شيبة لي نقل كرياقة أيوبي سختياني لي نقل كرياقة عبد الله بن المبارك لي نقل كرياقة إسحاق بن الراهوي لي نقل كرياقة بعض التابعين وكو حسن بسري ونخعي وابن عتيب أمانة أقوال نسبة رياقة لان من عرض كرد حفيكي تلوتو موتوما وقت أقوال لسر مذهب كان نقل كري مذهبيا مدونة إما متمئنين كوايا نوتور لام أقوالك نسبة أدري لا تابعين مساو ترين مذهبي حسني بسري أما بوك تارك الصلاة كافرة أما بقتي فريقرك آيا واقعا وابو يعني قولك من لحسني بسري بيني وما أمسا شاهد لسر أو قوله وتبيت يعني مذهبي وسشاديش قولي تريبيت لتعظيم قدر الصلاة إمامي محمد بن نصر مروزي داتو أفرمي حسني بسري فرمي هركسي نوجي تركك تا دنيا دنيا ذاتو نجبراني بكاتو قضاي بكا حتى دنيا دنيا جبران ناويتو إجا إمامي مروزي أفرمي أمدو فهمي لي أكريا أو لو يجي إمام محمد بن نصر مروزي أبو عبد الله محمد بن نصر مروزي صاحب كتابي تعظيم قدر الصلاة ويك علماء قوري السلفاء أفرمي إجماع علماء لسرة كسي عمدا نويجي ترك كرد أشي قزاي كاتو إلا قولك لحسني بسري وارد بوا كامسا قولك يا حسني بسري أم قولسا دوائج أم قوليش دو جور حملة كري يا حسني بسري قائل بوا بوا كتارك الصلاة كافرة فسويتي كافرة بوا تازحش درتنا أخوا يا قائل بوا بوا كنخير قزاي نويجني بارحال منظورم أما الدقات لسرة ما إن بحسانة ما ترح أكين ليرا بو أهلي تحقيق بكارتت جون كابرا سوحان لكتيب كابينة يجي أم مذهبي حسني بسري بو أم مذهبي كيب أشي بروا تحقيقي كشاملي لسركا زاني أيا واقعا أم مذهبي حسني بسري بو يعني مذهبي نخعي بو يعني مذهبي كيب بو يعني ولي يتر ما باقي زانيان كمذهب كان نقلة ومدونة إما توين متمين بين صحيح ما مشارفعي مدون نقل كرياقة نوسرياقة وشرح برياقة أزانين شي ودك لبرا وسي إمامي الذهبي رحمة إخوالي بي السير على من النبلاء أجشت ما أنا كما فرمي أفرمي أمره هيج مذهبنا ما إلا أم شوار مذهبنا به خو مجتهدين يتربون غير شافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وكو الصوري وكو ليس بن السعد وكو مثلا عبد الله بن المبارك وكو أوزاعي وكو أمانة بون ولما ذهب كيان تدوين نكر يعني
نتيجة أقوال كان ناتوانين صد درصد مطمئن بين كوايان وتو برحال لزبيني سلفا اختلافي لسلا ولبيني خلفيتا جمهوري علماء حال حاضر وكلا لسلا منك كافرني أكثر علماء كافرني وكل كتبي إني شا صحيح في قصة نيسي سالما من أم كتبه ولا بردسما خوالي لو نقلناكم وبو اعتمادكم قول كاني هور ديما نقاشي مناقشي أنا كي ردو تأيدي أكي لو إجي اختلف أهل العلم في حكمه على قولين أهل علم لباري تارك الصلاة بتهاونا يا كسلا دو قوليا وارد بها يك قول أوسى أنه فاسق عاص مرتكب لكبيرة وليس بكافر فاسق عاصية مرتكب كبيرة بلام كافرنية وبه قال الأكثرون أما قولي أكثر زانيان أمته وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي البتلي راوتيتي في المشهور عنه لمشهور للشافعي ذا والله أري مراجعاك بمذهب لكتبي المجموعة غيره ذا نقل لك ذا كإمامي شافعي قولي كتري هبيت هرچن يجن إمامي تحاوي رحمة إخوائي لبي قولك نسبة داغة لأي إمامي شافعي كوتب دي تارك الصلاة كافرة ولويك لكتبي مذهبها هسو أوان شافعيين ومتمعين تر نقل كرياغة نمان بينيو ولي إمام نووي وجه نقلك وجه ليك الشافعيات وجه يعني هيك العلماء الشافعي وجه نقلك يك يعدون في الشافعية وتيانا تارك الصلاة كافرة ما باقي قشتي يجن شي يجن فاسقة إمام أحمد يجل في إحدى الروايتين لروايتك كابن قدامة ترجيح أداوي جي أمام مذهبه جي أمام مذهبه ومرداويش ترجيح أداوي ابن بطيشر وشنكسي كيتر وكو ابن عبدوس ومجد ابن تيمية باوغوري ابن تيمية من حنبلين هم يعني أم قولي إن ترجيح عدن أم قولي إمام أحمد كوتيانا تيتي كافرني أما قولي دوم وتيانا كافر وخارج لملة إسلام أو قولي كيس عرضم کرد. دست لیرا لام کتابانه. ام کتابانه مزیتی کیان مزیتی آن هست ولی مشکلاتیش یانواتی ام کتابانه. بو غیر متخصص مشکل آفرینه. چون سلیرا و تیتی هو مذهب سعید بن جبیر و الشعبی و النخعی و الأوزاعی و ابن المبارك و إسحاق و أصح الروايتين عن أحمد و أحد الوجهين في مذهب الشافعي. وحكاه ابن حزم عن عمر بن الخطاب و معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة. إجمع سبي سعيد بن جبير ونخعي وشعبي وما أنا سويت متأمل إن أنا تحقيقي جرّك. والأخو إسحاق بن الراهوي ثابت اللي رحمة إخواني في تارك الصلاة كافر عبد الله بن المبارك ثابت اللي إمام أحمد بن حنبل قول كيلي ثابته ولو صحابه تابعين شوارد بو كفر ميدي. أما لم جهته خب استدلال بشي أكري كي تارك الصلاة مسلمان يا كافر. گروه اول یعنی گروه دوم بیجین اول اولی و ایجن تارک الصلاة کافره استدلال به چیه کن؟ استدلال به آیات و احادیث اگه کن افرمون جاره لقرآن شریف استدلال به روایات اگه کن لقرآن الا آیات استغفر الله به آیات استدلال کن آیات کن مثلا اما آیت ترنو لسوره مبارکی توبه آیت یانزه فيما بآيات فنجيشا بايك مقدار فرق وارد بو أفرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين أجر مشركين توبيان كرت لشركوا كفركيان وإقامين ويجيان كرت وزكاتيان أدا كرت أو كاتب براتان لدينا نتيجة أفرمن ليرا شرطي ثبوتي اخوات بيني امو بيني مشركين شي دان رياقه توبه بكن للشرك نويج اقامه بكن زكاتي جدا بكن نتيجتنا فرمون اگه يكي لم شرطانه نبو اخوات برايتي دينيج نامنو يعني كافر و اخواتي جيجن اخوات بفسق منتفي ناوي بچي منتفي اوه بشرك و بكفر نتيجتن دياره يجن دياره اما تركي نويج اگه نبو ليرا كفر دي نكتي ليرا تيتبرو أولا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانهم في الدين جاري سيج شرطي دان ياغي أشي أقل قرار بي مثلا نويج ببي أشي زكاتيش هبيد ليرا يعني أشي زكاتيش ترككي كفر بيت أشي زكاتيش ترككي كفر بيت خب والله من زكاة قولي نزيق بقاطبي أمتي إسلامي اجمع إلى سلمي بعض قول هزل سلفاويش
ومعاصرين مثلا سفر الحوالي علمك السعودية لكتابي ظاهرة الإرجاء يجي قولي نقلك على إمام أحمد دوا يجي كإمام أحمد قولي مشهوري وسا تارك الزكاة كافرني دوا إلى سر وسا يجي تارك الزكاة إيش كافره اللهم حديثي كي صحيح إلى سر وارد بو كدلالتك أكل تارك الزكاة كافرني لا للصحيح مسلم ما شاء كان برلا ومن بش مسألة حديثك يكل ويجيكاني أهلي سنة جماعات أو فرقية أو كسانيك ولا سر ربازي صحيح دينا أتيسك قش كسي الدعاية كا ولي وصفك أي أمسي يكيكي يكي أمسا وقت بحثي مطلبك شرعية كا غيرك حكمك سادر كا حكمي درباري موضوع ابن الجمع بين أطراف الأدلة أصلا ما أصولي فق بحثي كا يعني تو لباري موضوعك غيرك تحكمي سادر كي أشي تهواوي أدليك لباري أو وارد بو قشتي بيري قشتي بقيت باليك أو كاته إيسا مسالكي أو كاجتهاد وكي توبزاني كان يراجحها أيا لقال يكا تعارض يعني هذا تعارض يعني هذا يسأل رات شيب كي أيا نسخو منسوخة أيا راجح ومرجوحة أيا برحال باطلو صحيحة أمشي بزاني شونه أشي قشتي أدلة كان بيريتو وقت ثابت بو حديثي كي صحيح لبي غمري إخوة عليه الصلاة والسلام وارد بو ثابت بو ثابت كمثلا يقينا دلالتك على سروي كفرزن تارك الزكاة كافرنية أدليك يا أوانك قابل تأويل أشي تأويل يعني أما دلالة تواني تأويل مثلا يكل تأويلات كلام آية تواني تو غير أو تأويلك مكفرون يعني تكفير كركاني تارك الصلاة داني يعني تو تواني أم تأويل إيش بوبري مثلا شيء وتوي أنا فتحمل على كمال الأخوة لا على أصل الأخوة أما آية حملك مخالفين أم جوايان دارس وتي أنا أما حملك لسل كمال أخوة أو كاتب رأي كاملتان فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أو كاتب رأي كاملتان وقت أم تأويلي هاتيا أو تأويل كيتريشي هاتيا شون كيت مشاكل لزواني عربية كلا لك تعيز وانا كان وقت نفي تنفي يا نفي وجود صحة يا نفي كماله حالبي مثلا يجي خوة بيغمري خوة فرمي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس يجمعين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه تمام نفي إيماني كذوة لا نفي إيمانه كام نفي وجود صحته نبود إيمانه يعني إثبات نبود إيمانك يا إثبات نقص إيمانك تيارا ما إثبات نقص إيمانك فزهروكو شون أو نفيه أتو أمان تواني بعد اللي كتر ثابتي كين كإثبات وجود إيمان نية كافر نابتو إنسان بما كأجر شتيك بخوي خوشي غرك ببراكي خوشي غرك نية بما كافر نابتو لقنا باره لراج حرب بحثي نفيه در بحث إثبات نفيه بس أتواني نفي وجود إيمانك نفي كلية أخوتك يعني نفي أخوتي كاملك بس أم تأويلي واتيا وقت ما حديثك صحيح ما ناس صحيح مسلم أفرمي كسيك الزكاة تركك كسيك الزكاة تركك لو رجيك 50,000 سالة وقبل برباي حسي وكتيب رجي قيامته مالكي تبقي آياتك سوري بقرة شي سوري توبة كأفرمي يوم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم أو قنجو نعم تلاو نقرأ وشتيك نيان أدا بزكاة أتويته ولا رجي قيامت بو تلاو تشتانيك زكاة بنيان أدا بيشانيانو بشتيانو برحال كمرو أملاولاي بانيان داخل كري إجن هذا ما كنستم لأنفسكم لحديثك شرح يم آياتك أفرمي بغمري خوة عليه الصلاة والسلام لحديثي صحيح مسلم دا أفرمي لروجي قيامتها لو روجي كان حسي وكتيب دا سيبين كرياجة أو خلقي كزكاة ندا بمجورة بمالكي أزيات كري وعذاب بين لي تاكاتي حسي وكتيب دا سيبين كا أفرمي أقا مرو حيواناتي بو زكاة ندا أو مرو حيوانات أي شيء لنتا حسي وكتيب برفاوك 50,000 صالة أقا تلاو نقرز أو أتويتو أزيات داغ كرين تا زمان إجا حسي وكتيب برفاو يا خواي تعالى عفواً أكاو ببيع عذاب يعني بابو بهشت يا يعني وقت جحنم بعند زي خوي عذاب يعني داو برحال تحت مشيئة أم حديث الدليل للسلام بس تارك الزكاة عمديج كافرني ديجا وقتك مصالة الشيخ ابن العثيمين رحمة إخوائي لي بي للسلام وسك تارك الصلاة كافرة استدلال بم آياتها كادو أي إجب بلام تركي الزكاة لي خاص بوتو كفرني بسبب أم آي حديثة
دهر وكوچون او او استدلالي كرد يكي كدري دتواني حديثي كي ترشتي كي تري بي بي بيجي شي بيجم ايته بم دليل الصلاه تشي لي بدره حليبي بس ام صريح ني ام ايته ودواء ادله كان مقابل يشترين وكشي يجن بس دليل استنادك بس ام ايته صريح ني ناتوانين بم ايته استدلالي كي قاطع بي بيجن اكن ويجي نكر كابرا كافرت بقيمايته ايته كي تر استدلالي بي اكن فخلف من بعده من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا لسول مباركي مريم دهت وفهمي أخوة تعالى دوي بغمبر كان خلف كات خلف بجنشيناني ناصالح يجن خلف بجنشيني باش سلف وخلف خلف بجنشيني ناصالح خلفك ناصالح بشويني أم بغمبرانا هات أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا نجيان إضاعة كرت نجيان زايع كرت وشويني شهوات كوتن أمان أكون نسأل الله العافية وحسن الختام أكون ناوي غي كتشاليك اللي جحنما نسأل الله العافية وحسن الختام بغمرة فرمي عليه الصلاة والسلام أقا برديك رهابكي حفتا صلتولك يجتابك ويتبيخكي أكون ناوي أو غي إلا من تاب وآمن وعمل صالحا إلا كسك توببك وآمن وعمل صالح كاتو أفرمون إلا من تاب وآمن دليل على أنهم حين إضاعتهم للصلاة واتباع الشهوات لم يكونوا مؤمنين أفرمون أما دليل لسر أويك كخواي قول أفرمتي إلا كسي توببك دليل لسر أميك أو كاتيك نوجيان إضاعة كردبو وشويني شهوات كوتبون مؤمن نبون كافر بون شو خواه فرمتي مقا توببك نو وإيماني جبيرن بلا جوابكي شونا اي ام ايتها يا صريح اواقينينا يعني تماشاك اولا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة جاري اضاعوا الصلاة يعني جي اضاعوا الصلاة لتفسيري سلفا وارد بوه مثلا لابن مسعود وارد بوه للقاسم بن مخيمرة وارد بوه لشنكس يتر وارد بوه لابن مسعود يجو وارد بوه برسيار يعني كل ابن مسعود اضاعوا الصلاة يعني جي قال وتي تأخير نجاك أكنت على وقتك أشيت الدرو أي خنا التأخير نجاك أكنت على وقتي در أشيت ما شاء ابن مسعود لإنك أفرمي وقد سألوا ابن مسعود عن إضاعتها فقال هو تأخيرها حتى يخرج وقتها تأخير نجاك استع وقتك أشيت الدر فقالوا ما كنا نرى ذلك إلا تركها وتيان ابن مسعود إما خوامن أزاني أم إضاعي صلاة يعني تركي نويش فقال لو تركوها لكانوا كفارا من مسعود فرمي أجا تركيان بكردايا كافر بون بلا منظور چي ليرا منظور إضاعي صلاة إضاعي يعني دوا خستني دو تفسيري لسر وارد بوا يكي إذا أضاعوا الصلوات يعني أو يكي نويجا كيان أخست دوا ولا وقت درج ويكي كلن تركيان كردو خب أما جار أما واتبعوا الشهوات تماشا واوي هاوردوا عطف مغايرة يس لأصلا وشويني شهوات كوتن شهوات لفظك عامة يعني تو أتواني لبتشوكترين اشتي حرام شاملي ببي حتى كفر وشرك أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أو إكوا هوا وهواسي خوي كروة إله يعني أجيت حد كابراء اتباع شهواتك أجيت حد يويته شي كافر يعني حتشيش تبوخي حلالك حتشيش تبوخي ميلي بي حركاريك شرعي خواي قرقنية هواي خواي كات إله ويته مشركيك كافرك إسا ليرا معناي غائي أم آية بقرين معناي غائي أم آية بقرين وكو إمامي تبري لتفسيرك تفسيرك تريشي هوردوتو كوم الله لسلفي صالح تيانوتياني أضعوا الصلوات يعني نوجيان قبول نكرد بحياتي شيئا بخوانو جيان نكرد لتفسير التبرية أو تيرتو فرمي يعني أما نوجيان رفض كردو قبول يان نكردو بخواي تعالى نوجي جيان نكرد وكافر بون عالم أما لفظة تيرتو كافر بون نوجي جيان نكرد بخواي قولة تعالى حياته بون بس معناي ظاهري معناي كي كلية قريتو معناي كي كاملية ما يتواني أما بي خلقان يقدوا وانهاتن كافر بون شوني هو هوسي خوان كوتن شرع اخوا وانا بو المهم نبو ننيجي انا كرد ندينيان بو مهم بو نهجيك تمام ديار اصلا ليرا
مسألة كناتية تسري بحسي تركين وجيه ترك نبوني نوش طالبوين فاز او كفر إلا من تاب وآمنه أقرطوا بقومك كافر أماما تفسيري بعدي چيه معنى يكي نغائي وسطي بقره معنى يكي وسطي كسيك مثلا نواجه كان نواجه ناكا نواجه كان نواجه ناكا قناعك شوني هوا هواسي كوتو قناعو تاوانكا أميشه درست بوي بيجي يعني هنوزو على دائرة إسلاما أميشه درست بوي بيجي وكو ابن مسعود فرميها لو تركوا ابن مسعود لسره وسا ظاهرا لسره وسا كتاركي صلاة كافرة ولي بحثي من أوتي كيتريا كم وتيجي آيان خصت دواتا لوقتا كي درجو لوقتا كي درجو كابريا لوقتي نيوجا كي درجين نيوجا كي رأيناكا كبيريك مرتكبة ببهر حال هرجي كويش خلافي لسره يسا بحثي أكين وهو هو سيجا كي تشيني قناعكا أميشه بيجي إلا من تاب وآمن بوي درست وآمن بلي بو أميشه درسته بمعنى أمسا وآمن أي داوم على إيمانه أو المراد دخل في الإيمان الكامل بشروعه في الصلاة داخل إيماني كامل بيتو بتوب لو قناعنا ودس فكر دني بنوجي صحيح وكامل إذا عينك نمونا ما نزل القرآن والسنة بمجور فرا فرا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه إذا تو لرا إني بك داشتك سؤالك يعني تو لرا شيء كابر يفرمي لا يؤمنوا يعني إيمانينية بس إيمان بيروت بكام معنى إيمان بيريتو بويك أو كاربكا مصح حديثي صحيح ما ناس في غمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم حتى ترجعوا إلى دينكم إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد تابقرنوا بود دينك خو أمانة دينيا بكاملي ترك نكرد بو بعض المسائل ديني تي مشكل يانبو بعض المسائل ديني أنا تعب نكرد إمامي ابن رجب الحنبلي رحمتي إخوائي اللي بكتاب الإيمان شرح بخاري فتح الباري كيا التفسير شاركة بالتفسير وآياتي سوري مباركي بقرة سوري بحثي تالوت كاجريانا كي تالوت قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فهو مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منكم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه هو والذين آمنوا معه أولئك إيماني أنا أورتكيا لبيخوا أو كساني لا أو كخواريان كافرون نبون ابن رجب شارك قال إلى فرمي لراتشيا آمن معه يعني أو كارا أو أمر شرعيان بدينا هورت دعا فرمي ابن رجب أم تفسيرهم لسلف نبيني ولي فتحك أخوان لسلي مني باز كردوا صحيح إيش إن شاء الله تعالى تفسيرك بحث أمس يعني شيء يعني يمكن يستو كابرا بيجي إيمان يا أيها الذين آمنوا آمنوا ادخلوا في السلم كافة بس أما هي صريح نية لسر أول يعني أم آياته صريح نية لسر أميك تركين ويش كفره نتواني صريح به شون إذا ترق إليه الاحتمال وقتها احتمال يتكوت نتواني بكي الدليل قاتل أمامه وللصدر سد دليلة أم آياته وآياتي قبلي صدر سد دليل لسر أويك إذا عين ويجو تركين ويش قناعك يزور فجيعة ما صدر سد دليل وليت لسر أويك آيات كفر يعني ناتواني دليل قاطع به أما أميشه استنادا كان بآياتك ترك السورة المباركة مدسر وارد بوا وقت بحثي جهنم يكان كريتو بهشت يكان لقل يكتر قساء كان أهلي بهشت في آنجن ما سلككم في سقر أو تشيء ويخستنا وسقر يك جهنمه نسأل الله العافية وحسن الختام قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وتيان أبو شيء كوتنا تناو جحنم وتيان لن يشكران نبين إطعامي مسكين ما نأكرت وكنا نخوض مع الخائضين لقلواني وغافل بون وداخلي مباحثي باطل بون إميش داخل بون وغافل بون لدين وديانة وقيامت يا داخلي كفر بديني أبوين بهر حال وكنا نكذب بيوم الدين تكذيب الرجل قيامت ما نكذب دي أمانة هم يأخذت باليك الآن تي استدلال أكريبام آياتك ها كن لم نكن من المصلين لم نكن من المصلين لنويش كران نبين
سؤال مثلا أما آياتها الصريحة اللي سلم يمكن نويج نكردن كفرة خير صريح يا بوشي شن وصف ذكرك لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين أجا قرار به كفر بن أشي قشتي كفر بيت لم نكن من الإباشة لم نكن نطعم المسكين طعام ما أنه أداب المسكين أما كفره بعض اللزانان حمل يكن لسر تركي زكاة واجب بالفرس كأو تفسيريش صاحب تركي زكاة واجب بهر ذكر ما أنكر كتي زكاة واجبني أو بحثي كلية كتكذيب روجي قيامتي كده خازم الخائزين في الكفر والشرك ها إنجا جرم وجنايتاني بس أما آيات دلالتي قاطع لسر أميكتي أمانة جرم أمانة جرم كام لم نكن نطعم المسكين كنا نخوض مع الخائزين جرم أمانة يا ما بقيكي ولي دلالنا كصراحة كفر هلو دلالنا كصراحة كفر بس أما آياتش سريح نية نتيجة وتيانا أوانيك استدلال بما آياتك وتيانا إما أن يكون كل واحد من هذه الخصال هو الذي سلكهم في سقر وجعلهم من المجرمين يا أشي يكبيك أمانة بعزبوا بأم كافرانا بشنجح النمو جزء مجرمان بن نتيجة دلالتك ظاهرة أو كاتة يكبيك يان كفر دائما دروزني يكبيك يان كفر نبن أمامة وإما أن يكون مجموعها يعني قشتي ويكو مجموعها بعزبوا أمانة بشنجح النمو فهذا إنما هو لتغليز كفرهم وعقوبتهم وإلا فكل واحد منها مقتض لعقوبة إذ لا يجوز أن يضم ما لا تأثير له في العقوبة إلى ما هو مستقل بها نتيجة بتوان يا شكشتي ويكوبت نتيجة مثل هذا كانت تغليزي كفرك يعني شنك وعقوبتك يعني شنك حركام لما نخوي مقتزي عقوبته شن جائزني اشتك تأثيرك إلى عقوبة ونيا ضم بكرتو قرار كنارك اشتكي ترى قرارك مستقلة سكاز درست وصحيحي غلطي جه لو جهتيك بلي أمانة لتغليزي عقوبك أنا مشاركتي أنا زبلي ولا لو جهتيك أمانة يكبيك إيش كفر بنو كفر لسر كفر بني يعني سكاز أشد إني لسر كم بلي نيج نكرو زكاة ندرو إجا مشرك إيش بيتو كافر إيش بيه قولاتر مطلبك إيش مترح على أصول فقه كتقريبا في مواب جمهور علماء لسرة ومسابة إمامي شافعي جا قشتبانا كم يسمي حضور ذهن مني شافعية أو سأ أيها كفار مخاطبا بفروع شريعتي أنا أيها كفار مخاطب بفروع شريعتي يعني ما سأ أيها بين إخوائي جورا خنوتي نويش بكن أجنة يكين جونا بارين أيها كافريج فقد لسر كفرك عقاب بيني يا لسر نويش كيش وزكاة كيش أو واجباتي شك خوا أمريكا ذب بندكاني جمهور والله على ما فرمن لسر الله إن شاء عقاب بيني باستناد بأمثال يا آيات أنا باستناد بآياتي مثلا سورة مباركة مائدة اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وطعامكم حل لهم إمام أبو بكر بن العربي لا تفسير أحكام القرآن كافر أم آية دليل لسر إثباتي وموضوعيك كفار مخاطبا بفروع شريعتي إميش يعني أششتك حرام بويا بويا بيان خواردائي قناه بار بونو لسر يوش أقابي أنا بيني ولي لسر خواردني تعامي ما لقيامته حسي وكتبيان بوناكري شون تعامي ما حرال بوبويا بهرحال أما سريحني نتيجة أوانك أم أواها ورديوسيو أم كتبه إجي أوانك ومانعي تكفيرين وتيانا أن الآية فيها أنهم دخلوا النار وليس فيها مدة إقامتهم أصلا جوابك يا ورزا جوابك هر جوابني جوابك هركز بيخوين تجي ما جواب وديها إيج دليل يعني وفس كافر إجد آية جوابك أما سا أوان داخلي جحنم بون ولي نيوتك تشانيق لوي ماونتو يا خلودهم فيها فلا تكونوا حجة نتيجة خلودنيا فس حجتنيا بلان أم جواوك من عرزم كر جواو ووجه كأفرمي لم نكو من المصلين تسمية الجزء جزئي كل باسم الجزء إيمان بشكي أساسي ويكشي لنمود أساسي كاين نواجه ويو يعني مؤمنين جزئي مؤمنان نبوين جزئي دينداران نبوين جزئي إيمان داران نبوين يكي الأصفات بارزي مؤمنين نواجه حالي بوين يعني أم آيتيج صريح نية لسر أول نتيجة لقرآن الشريف جاء إجي شيء أم كساني كيشن كافر إجي خوي تعالى فرميت يا معنى مجرم إجي لقرآن يعني كافر أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون
أي مسلمان لوك مجرمان دابنين شو أن حكمك؟ والله أم قصة صحيح نين. بلي لو يأو مجرم يعني كافر واللي رايج أم مجرم يعني كافر ونوجه نكريج مجرمة. والله أم بيني جرمي نوجه نكرت على جرمي كافر فقط يا زكاة ندريج مجرمة واللي بيني أو جرمه وجرمي كجرمي كافر فرقص. بقش تي أوتري مجرم. قاتل مجرمة. زاني مجرمة. قاتل فاسقة. كافريش فاسقة. بيني أن فرقص. حالي بوي تو اختلافي اسم كان باعتبارات أمدروزني نسأل الله العافية وحسن الختام بعض الاستدلال كان هيش بيليك إن شاء الله تعالى خب أما لآيات القرآن مرامي لآيات قرآني دليلي صريح ماني لسرتي لسر كفري تارك الصلاة بس أدليك وارد بون لسرتي جرم وجناية بون تركي نويش تهديد لسرهاتني وعيد لسرهاتني يا استدلال بو آيتي تركي سوري مباركي قلمة كي يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون استدلال بو آيتي شام أكن بعضي جيجن هالي را لقيامتها أو تري سجد برن بعضي ناتو عن سجد برن شون دنيا شابيان أو ترى سجد برن قبل هكي يجيب خونه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم أو سورة سوانية هر سورة قلم علي إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين أو فرق كاري بحر حال آيتك بحثي تيك على تفسير حديثك يجيب بحثي ببخونه كبيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام أو رجيك منافق كان لقل إيمان دارا كان ويسن لو رجناتو عن سجدة كبرن بس أنا السريح نيلا سنة بحثي مناكاك اگه کسی سجده فقط نبرد بیای نوجی نکرد به صد درصد معنای آبی که لروج قیامتی چه او سجده و نوجنات و آنیب کاتو کافره دلیل لسر ونیه باز اشاره به اما اکاکی یکی لشتانه که لدنیا دان لسر انسان دوا اکری سجده و نوج اگه نیکا گناه اکی زور زور گورس عقابی کی زور زور گوری لسره وعید کی زور زور تهدید گوری کی لسره لسریح نیه لسره مه یعنی هیچ کسی نتوانی لم آیت شریفه استناد کابوی که ترکی نوش کفره هیچ کس شون ده احتمالیتیه، ده احتمالیتیه که بیه. حالی بی، اول صریح کانم اول عورده، اما کمتر استنادیم پیکر دوله هر عورمو. اما لقرآنی شریفه، اما لسنتا بچی استناد کن. لسنتی شریفه، احادیثی که زور وارد بود لپیغمبر اکرم علیه السلام که لفظی کفر و کافری بکار برد بود کسی که نوج نکه. مثلاً لحدیثی که صحیحه که صحيح وقشتي أم حديثانات الصحيحة لبخاري مسلم يا غير داواردون أو أيك ضعيفا يجم ضعيفة مثلا جابر بن عبد الله نقل كان في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميتي إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة إن بين الرجل وبين الشرك والكفر بتأكيد بين إنسان وبين الشرك وكفر ترك نوجة يعني خدتي فاصلي إنسان وكفر وشرك نوجة نوجي ترك الكافر أوي حديث كتير وارد ولا بريدة بن الحصيب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأحد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أحد نشانيك بيني مو كافرانز نواجه الكس تركي كر كافره أمامه خب أم حديثنا الصريح لسروان كي تارك صلاة كافره خب آية قابل تأويل يعني آية أم حديثة أم حديثانة تأويل بردار هن يعشي صدر صد أم زاهرة بكري تأويل بردار هن تأويل بردار هن يعني شي أتواني أقا دليلي صحيحة هبيت أكري تأويل بكري أقا دليلة هبيت تما جايما لأسو الفقه أخوينين جي نص وظاهر ومؤول ها؟ أما ظاهري أم حديثة أما أقيني تاركي صلاة كافرة كفري أكبر بلام آية معنى مؤولي شيء مؤولي أم حديثة أتواني أو يسبقيني ككافرني بلام نمونا من هس ككفر وارد بو بيتو منظور كفري أكبر نبيت فرو فراوان أدلي فرمان أزدن بابته يعني في غمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام سباب المسلمي فسوق وقتاله كفر جنيو دان بمسلمان فسقه شر كردن لسان المسلم لقل مسلمان بر عليه مسلمان كفرة تأخو تبقي آية القرآن توسي آية
أما أجينك أما كفرني كفري أكبرني. آية وارد ولا سورة مباركة حجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أجدوا طائفة للمؤمنان ويكو الشر ينبو باوز وجود الشركة ويكو في أن يجي مؤمن. يعني لسورة مباركة بقرة دا بحث قصاص خوي تعالى أفرمي كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. بحثي مقتولك أي جي مقتول أشي قصاص بكريد أقل لاني براكي عفو كريا براكي كيز أولياء مقتول بحثي قاتلك قاتل أشي قصاص بكري أقل لا براكي برا يعني كأولياء مقتول يعني باوصف أوي كأم قاتل مقتولي كشتوا مسلماني كشتوا هنوز براي كيس هنوز براي إيماني أولياء مقتول حالبون. بس أما آياتا كان دلالتا كان سنة بشي كأما كفري أكبر نية يعني مو نمان فرز تر لمبابتن مو نمان فرز. بس أقر أدلية قوارد بو ثابتي كرت كتركي صلاة كفر نية واجب بو جمع بين أدلة أم حديثانتي بكري أم حديثانة تأويل بكري تماشاك مسألة كامسأل أجا أدليكي صحيح وارد بو كنشان بتارك الصلاة كافر نية واجب أم حديثة تأويل بكري لسرتي بتأويلاتك وكجمع بين أدلة بكريتو بتأويلاتك جمع بين أدلة بكريتو خب إذا تأويل كان بحثك خب أما أدلة كان أدليكي دليلكي تر حديثك ك لأنس روايات بوا مرفوعا من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا أم حديثة أخرجه الطبراني وضعيفة أو دوانا كيتر صحيح بو. حديثة كيتر ك ابن عباس روايتك على بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منها فهو كافر حلال الدم شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان. أم حديثة ضعيفة أخرجه أبو يعلى. أفرمي دسجير كان دين إسلام زيربنا كان دين سيتشتن إسلام لسر أمانة بناكريان هركز يكي لمسيانة تركة كافرة حلال الدم خويني حلال يعني أقم حديثة صحيح وايه كيف بسا دليكي قبيب وايه هرشان أميش أروكو آين ترقابل تأويل هس يعني كافر حلال الدم شهادة لا إله إلا الله وصلاة مكتوبة فرز ورجو رمزان أخو رجو رمزان لا ينزيق با نود ونمز نود ونمز سدو علماء تاريخي أمتها كفرني تازحت زكي الزعيفة. خب همچنين استدلالا كان أحاديثي كي مرفوع أو وارد بوا استدلالا كان بشي استدلالا كان بحديثي كي تروكو أم حديثي كي من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا هركسي هركسي نيجي مبكا رب قبلي ايما بيسي ذبيحي دسي ايما بخواه ومسلمان وأحدو بيماني كخواب ومسلمانان دينياغا حرشي بو ايما هسو بو ويشاس وحرشي برعلي ايما هسو بو ويشاس استلاد بحمد حديثة كان إزمشي أم حديثة دلالة كاكسة كان يوجنا كمسلماني حديثة كباب أخويني نو هركز نيجي إما بكاو روبا قبلي إما بيستو زبيحي إما بخوا زبيحي إما بخوا أو مسلمانة واوي عتفاتك أجر قرار من صلى صلاتنا لرا من زوري أو به نيجناك نيجي قبولة ولي نيجناك نيجي قبولة ولي نيجناك استقبال قبلة قبلة قبولة ولي رب قبلة ناويسي هي يعني هنوجناك أكل زبيحتنا تبقي ما زبيحة ما قبولة ولي ليس لي ناخوة حرام يشي نازاني ولي لي ناخوة أما مصنع ليس أقل لي ناخوة شي حرام كافروي يعني أكل زبيحة زبيحة ما في قبولة زبيحة مسلماني في قبولة ولي لي ناخوة يجوزان برا زبيحة إسلامي ولي لي ناخوة كفر أما ما كفرني أي كي أبيت كفر طريقي زبح إسلامي قبول نبي طريقي زبح إسلامي قبول نبي
ألي الأكل الزبيحة تنا ويبيتي ويبيتي تغيري أول تبو معنا كيتر بيجري ما دام أم شرطانة دان رياجة ترش قشتي شرطة واو واو شرطي دان ياجي وقت أوايتي بس أكل الزبيحة تنا يعني أكل الزبيحة يمي قبول نبي تبقي صبح تي نتيجة أما قرينة كلو لا كان يوجا كيتشي أرواب وصري جحد وإنكار يعني أمي شبابهم صريح نية واضح براكم وثالثا أما بحثي كيه كام حديثة بحثي وكا حكم بظاهر يعني كسر لظاهرة مسلمان بو مسلمان وتو إما تبقي إسلام تقيعين كين باتنا كين نازاني حالي بوي يعني لظاهرة شتي درنخا لظاهرة شتي كي نبي كافر بيت شتي درنخا إسا درنخا كامة يعني يا مثلا بمعنى أو بيك تنبالين ويجناكا يا بمعنى وسا نويجي قبول نية وهن نويج بدين نازاني حالي بوي أو سأل جمهور يجن شيء يجن أم حديثانة أشياء حمل بكري لسر شيء جي أشياء حمل بكري لسر جحد وإنكار حمل بكري لسر جحد وإنكار بيجي شيء من ترك الصلاة يعني نيجي قبول نبي ونيجنك جمهور وايبي أكن يعني يجن أشياء حمل بكري لسر جحد وإنكار يا بمعنى أما ستغليزك شديد وارد ولا نيجنك كذنا وكو حديثانة كي ترك بحثي كفر بوني اشتاني بحثك وكفري أكبر يجنين بوعيدي شديد بو زجري شديد لشتا كذا حالي بوي شنو تي من سب قتال وكفر يا اثنتان في الناس هما بهم كفر النياحة على الميت والطعن في النسب دو تشد لبيني مدمان كفر نياحة لسر مردو وطعن للنسب من خلوم كفر نيا حالي أمثالي أمانة وارد بون إجن أشي بامدو جو رحم البكري يا معنى كتريا مكوتيانا أشي شون بي بيجي ظاهركي وصفكي حالته شوازي وكو شوازي كافراني بيهاتو نا كافر بي وكو شونا فرمي ثلاث من كنا فيه وكان منافقا خالصا من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خانة وكما قال عليه الصلاة والسلام خو قشتي علماء يجن بمعنى من يكسي أمسياني تابو كاف منافقة يعني صفاتي منافق وكو منافق صفتي هس علماء فرموكو إمامنا وفرمي وصفي بوته وصفي يكو وصفي كافر لو جهتيك خميني حرالة بي ولي كافرني أو سلم سلم إمام الشافعي أكجري منظور يعني تأويل كان قابل تأويل سجارة ما الدليل كان أم دس العلماء دليل كتير هوردو أنا سو داو حديثاني كالباري لفزكا وارد بو كفر فرن ولي قشتي لو قياسا لو سياقا كي إن بين الرجل وبين الشركي ترك الصلاة خب حديثه كي صحيح تريانها وردته بعنوان دليل أنه كان في مجلس مع النبي يعني محجن بن الأدرع الأسلمي لمجلسه كامل قال بيغمبر عليه الصلاة والسلام بانجي نويج دريا فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونويجا كان تمام كله هاتن كابرا لشوين إخوة دانشتبو بيغمبر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام ما يمنعك أن تصلي تشيبو مانعي ويكتو نويج بكي أن تصلي ألست برجل مسلم مقر مسلمان نيي بون يجونك ما قام مسلمان ني قال بلى ولكني في اهلي صليت في اهلي فرمي لم خانوا داخ وندوما بغمر خوف فرمي عليه الصلاه والسلام دي هركات هاتي مزغوت يجبيني جماعه بكرو اي حديث الصريح على سلام يك تركين وش كفر اخي صريح ني دوريك مشركين وكفار فرو فرون لدوربري بغمر خوا دهن عليه الصلاه والسلام يك العلامات بارزي مسلمان يشكردنا يسلنا ومزغوت وكابري جاتن وجناكا بيغمر خوف فرمي عليه الصلاه والسلام ما قام مسلمان ني بون يجا كونك هاليوي أما بمعنى جين نوش جزء إسلام أبو نايكي هو بمعنى من يأجى نوش نكر صدر صد كافري أمي جس صريحني هاليوي حديثك لمعاذ وارد حديثك الضعيفة من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله هل كسر نوشك فرز عمدي تركة أو خالي بزالة جايجن لو كان باقيا على إسلامي لكانت له ذمة الإسلام أقر باقي بولا سر إسلامي ذمة إسلامي بو أما مقوي قول لي بريو تواتر مخالفين يجن أما نهر وكو حديثاني كي ليس منا من غشنا فليس منا هر كسر غي خيانة من تكاب كان لإيمانية بكام معنى ليس منا يعني وعيدك شديد لسر كابراك عقابك شديد لسر نبع معنى كفر بوم واضحة خب استناد بأحاديثي كتيرة كان كلاو أحاديثانا دا وارد بو أخويني نويجنكر حرالة حديثي كواردة أفرمي لشويني كابرايكي تنرو في غمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام اتق الله أي في غمري خواه عليه الصلاة والسلام تقوى خواه به
پیغمبر خواهش فرمی علیه السلام زمان که امروز رکسی با علماء دین فرمن اتقوا الله البته بکام معنا بم معنا کام کابرا لیراوتی با پیغمبر علیه السلام یعنی خواهی حیچ حالی نیه لدین آم لبروبروی ائمه امتی اسلامی جه او بی تقوان او اهلی فساق فسق فسوق کفر شرک پیغمبر خواهش فرمی علیه السلام وای بحالو جا کی تقوایی رعایتك أهجم من رعايتنا كم خالد فرمي يا رسول الله ألا أضرب عنقه ولي ندم بكجم قال لا لعله أن يكون يصلي ناتش بس عن نويش بكات ناتش بس عن نويش بكات إذا تقدك لعله أن يكون يصلي كان احتمالياتها يك أمسا أجن نويش نكار كويني نويش نكار حرالة نوج نكر بعنواني حدق أكجري أما يقى احتمال دو نوج نكر كافرة أما احتمال إيش يواتيا سي لعله يكون يصلي بمعنى أما سا بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام يكي لبارستنين نماذا كان إسلام يعني مسلمان يعني شاد منافق نبي برا مسلمان بيت حالي بي يكي لبارستنين صفاتي إسلامي ذكر كذلك لعله يكون يصلي أما عني واتيا صريح نيلا سلوى كتب يجي والله لعله يكون أن يصلي نتيجة معناه وذاك إنه يجنك كافر نه بل أما عنا تقريبا توزي قوي واتيك أجن إنه يجنك خوين حرالة أو سلم مسبي إمام شافعي ولا مسبي إمام مالك ولا مسبي إمام أحمد كسي إنه يجنك خوين حرالة شو بكجري جاء إمام أحمد دو قولي وارد بو بكافري أكجري قولي كتربة فاسقي مسبي إمام مالك وشافعي فلما بفسق أكجريت ما سب إمامي أبو حنيفة وإمامي مزني أفرمون هار ناكوش جي حبسي أكي تار وقتك لي أديتو حبسي أكي تاتو بك خب ما سب إمامي أبو حنيفة إيش فرأي ساكي جال لسر وموضوع جي حبس إيجي نويج كشتني نويج نكر أو واه إيجي كشتني نويج نكر تعزيرة شيء جي تنبيهي نويج نكر تعزيرة تعزير بو أوي كابرا دس كيشي دي تاوانك جا أقر كشتو يتج تعزيريك إمام بحنيفة واي بيكا والله إمامي شافعي فرمي كشتني نويج نكر حده وكو شون كابرا زنا كاشي حدي لسرى مش حده مرحل اختلافي لسرى ولا مذهب إمامي شافعي شا إمام نووي نزيكي شوال بنج وجه ذكركا وانيك قشتي وتبيتي أشي بكجري إتا كابرا دا صلاتي كي كوتا دا سركسي كي بني نويج نكابيرو بيرو نخير جال وانيه مسألة الدين خب استدلالي أنبام حديثة كردبو و نتيجة استدلالي بم حديثانه ترى شاك قرأك ما تشكت ما بن شكت بون أنا والله شكت بون قرأك ما بحثك مرحل بحثي بكين بقينا مطلبة بقينا النتيجة بقى قشتي بحثكين قشتي دي اللي كان بيرينو تاكي كابراي لخوت بيك أقصيب كاتو بنجا قصنا كاتو بقى قشتي بيرينو بلاين شي بجي خب أفرمي دليل كترك استنادي أن فكر دو أم حديث سكه في أمر خوا فرميتي عليه الصلاة والسلام إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ومن لكن من رضي وتابع حكام أمراء أو نحاكم أميري أو كاتا أبينن جتاني أنجام دن بعضك منكر بعضك معروفة هركس يقيني هذا منكرانيان أمس بريء تكالي قناعي أنيه اگه انکاری کرد خو سلامت ما و باشتره اما کسی راضی بو بو کارانه و تابع جامع فقهی فری واتی هم حدیثه بحثی مطلبی که تری واتیه که وقتی که حکامی ظلمه او حاکمی ممالکی مسلمانان وظیفه و روشتی مسلمانان چون میله برن برینه بحثی او که اگر راضی بیتو کاری او کاتو شونی او کبیتو این او کارک راضی بیت اما راضی نوی لونیه جا فرمی وتيان أفلا نقاتلهم يا رسول الله باشا تكيانا قتال نكين حاكمانك وضعيان آواسا قال لا ما صلوا نا ما دامين ويجاكن لا ما صلوا خو قال وقد ثبت أنه لا يباح قتالهم إلا إذا كفروا كفرا ظاهرا بواحا كما في حديث عبادة في ذكر مبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم تيانا شي او كساني بحديثان استناد لكن وتيانا ده حديث كان وارد بو بيغمبري خواه فرميوتي إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان زمان أتوان أنتك حكام كانت أنا شركا كفري بواحكا بيلي را فرميوتي لا ما صلوا نما دامين ويشبكا
ظاهري أم حديثه وكو ظاهري حديثة كيتشية بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة حالبي وكو وسطر ظاهرا يعني ظاهرة كي أما أجيني كي تركينيوش كفرة وقت أو حديثة دليلي تروارد وقابل تأويل وأمشر وكو وسط يعني شون لو حديثة وتمان أو الكفرة يا بجحدة يا بإنكارة يا برشي أمشر وكو ويبيتي شاد او معنى ايش تيابي ما صلوا بازم ما دام للظاهره مسلمان هنوز ماون للظاهره ما دام هنوز للظاهره مسلمان وعلنا اجن علنا كفر تان لي نبينيون توانا ايش بدا برحال نهايتي معناك اما ما جينك ظاهر كفر جيني وكو حديثه كانيت شنو حديث انا ادليه كتر هاد حسا واسن يك دليل بيتو تشيبكا ثابت كافر ني كابراي تارك السلام خب امشي وكو استنادي فيكن تمشى مع معناتي بزان شنو مساله مهمه شنو مساله ك قصيد قوي قوي لسر دليل لسر شوخيني شي اشتكي واب كبر بيجي تارك الصلاه شوخيه همچنين استنادي جكن باقوال صحابه وتابعين لاقوالك صحابه دا اجن ام ابن تيمية لمجموع الفتاوى جلدي بيز لا فرين ودو حفت أفرمي جمهوري صحابة وتابعين لسر أما بونك تارك صلاة كافرة جمهوري صحابة وتابعين لسر أما بونك تارك صلاة كافرة أو قصي ابن تيمية رحمتي إخوائي لي بي إتا آية حقيقتي هزيانة قابل إينا تحقيق إنسان بروه تحقيقي لسر كولي عالمي قوى أفرمي جاء أفرمون جمهوري صحابة وتابعين لسر أونك تارك صلاة كافرة وبل حكى غير واحد إجماعهم عليه أصلا بعضي كان هذا إجماع ينقل كذا إجماع صحابة وكو أم حديث كعبد الله بن الشقيق روايتيك لسنن الترمذي ده توفى سنة كيشي صحيحة أفرمي كان أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة أصحابي پیغمبر عليه الصلاة والسلام هيج عمل يقل أعمال ترككيان بكفر نا أزاني إلا نوج نبيت شقيق كيس تابعية أفرمي أصحابي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام هيج كاري لكاركانيان ترككي بكفر نا أزاني إلا نوج نبيت يعني ظاهري أمقصي شقيقة شيئا جيني واقيني ظاهرة كي كي أصحابي پیغمبر عليه الصلاة والسلام همو يان تركي نويج يان بكفر ذاني وان وكان هركز نويج تركا كافرا أما قصيه إن جاء لحظتي عمر رواية تتماشى ابن القيم جوزي لكتبي حكم تارك الصلاة يجي إجماعي صحابي لسرك تاركي نويج كافرا أيا إجماع يانه يقين تان هبيت بشك بيظن بأدنى أدنى 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 شكك أما إجماعي أو إجماعي كإجماعي قطعي صحابة مشهورة نية أو بزانة أما بزانة إجماعي قطعي نية كمخالفي كفرمي آية إجماعي سكوتي هس يعني مثلا تشنف الله صحابة وتبيتيان ما بقي قولي أنه مخالفي أمان بيت يعني تشنف للصحابة وتبيتيان تارك الصلاة كافرة صراحة وتبيتيان كافرة صراحة مخالف يشيان نبيت وما يجن إجماعي سكوتيك بعضا ما يشي موردي وسايا لبين الصحابة أما حجتي أنا جمهور يجن بارحال اختلاف هذا بين أصولي كان يا حجتي أنا آية إيسا تماشاكين أقوال كان الصحابة كنقل كرياغم زين صريحا لوي كوا تارك الصلاة كافرة دوهي إجماعي لسن نقل كان ابن حزم أندلسي للمحلى دا إيجي لعمر بن الخطاب ابن حزم للمحلى علي وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفا المحلى جلدي دو صفحي دو يستو تشلدو أفرمي ابن حزم
لعمر بن الخطاب عبد الرحمن بن عوف معاذ كري جبل أبي هريرة غيري أوان لصحابة رضي خوان لبي وارد هركسي يك نواجي فرز تركة واحدة متعمدا عمدا تركيكا حتى يخرج وقتها تا وقت كيدر بروات در فهو كافر مرتد كافر ومرتد لا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفا تواب بحث آخر هذا إجماع صحابي لسلة يكنا في المخالفين تبقي كلام إمام ابن حزم رضا ورحمة خالي كلا وانية لقد كان يكي لو علماء يك كلام كان زور محكم قاطعا بياوة توقينة إمام ابن حزم أن يختلت أقوال كان يجي غيري أما هيتشي كتر واني أو بابزان واني حالي ابن إسان لرامة فرمي وتي أنا يك نويجي واحد تركي بروات الدر جالي تاما أخوي قابل نقاش أي يك نويج دروسته أي صحابك هيك كان مخالف يعني خدي أقوالي صحابك أقوالي صحابك كان كنقل كرياجة إن شاء الله بخشي أولا إن كم استراحتي تام في أدم شو شكل من تودي كشا أدلي مو أواني كوالين تارك سلاة كافرني أواني شد دواي استراحات بوتان ذكركم قولك نقل كرياجة لعبد الله كري مسعود أفرمي قصكي حضرتي عمر كامسة حضرتي عمر بس ندي صحيح ولي وارد بوه فرميتي وقتك زربي شمشير يان ليدا بيوش كوتو هاتوش فرمي مردم نيجي كرت جان بلا يا أمير فرمي لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة هج نسيبك إلى إسلام يكسي نيوش تركا أما آية صريحة لسر كفري تكفيري تركي نيوش صريح نية أما صريح نية ليس منا من حمل السلاح علينا فليس منا من غشنا فليس منا أمثال يمانا فرو فراوان وارد بو أما الصريح نية صدر صد يعني يقينا صدر صد بمعنى أمنية بلا زاهرة كي واقيني سفشاهد كابرا أم إن استماع كاجي أم كابرا قريك بزور أم مسائلا دبراك يعني الشرع واسع الشرع واسع يعني تو وقتك الدليل كاشي تبزاني واقعا صريح يانا أقا صريح بخوفة بيانا بوج يجيب لها صريح نية براء مقصة كيمان عمر سكي ابن مسعود من لم يصلي فلا دين له سندكيشي صحيحة نترغيب وترهيب منزلي شاعتو هركز نيج نكا دين نية لتشنشويني كترا وارد بوكي ابن مسعود رضاي خواي اللي بفرميتي ترك الصلاة الكفر ترك الصلاة ياشتيكي واي فرموه الكفر ترك الصلاة لأبو درداء وارد فرميتي لا إيمان لمن لا صلاة له هركز نيجنكا إيمانينية خب ولا تشنث للصحابة أو نقل كرياغة مثلا لجابر بن عبد الله وارد فرميتي من لم يصلي فهو كافر كحديثك ضعيفة سندك ضعيفة لابن مسعود لابن عباس وارد من ترك الصلاة فقد كفر سندك ضعيفة أو أني وسندي قريب هند بارا لعلي بن أبي طالب وارد من لم يصلي فهو كافر سندك ضعيفة كان كسي كتر أول صحابة وارد بوا أيوبي سختياني كتابعية فرميتي ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه ترك الصلاة كفر اختلافي تيا ناكري كفر تابعية الله اختلافي تيا كريا اگر اختلافي تيا ناكري بوشي كريا أي. أما أمانة حجتي أو زانا نبون كي وتيانشي ترك الصلاة كافرة إجاي ستي تسر أما أقوال كان يانشونه بكام تارك الصلاة يجن كافر بكام نايجن كافر لبين إخوانا اختلاف نظر اس كمالا يجن يجنو يشتركا كافر كمالا يجن پنج فرزي ليقرون لا تركا كافر كمالا يجن اگر بشترين حدكي كتركيا كافر تربية وكافر كمالا يجن كلا تركيكا كافر احنا لبين إخوتي أنا اختلافي نظر هي تايرا بكافي باسراحات يمكن ان شاء الله للدرس بعدي ادامه ادينو هم اسراحاتك يجكين هم خوي غور توفيق من بقى وكوا حق من بيكينو بيجيني امين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.